ما هو التعليم عن بعد؟ هو إمكانية الدراسة في جامعة لا تتواجد فيها فيزيائياً، لكنك مطالب بحضور دروسك عبر الإنترنت، ويطلق على هذا النوع من الدراسة الجامعية بالتعليم الإلكتروني والتعلم عبر الإنترنت. ماذا يجب عليك معرفته قبل بدء الدراسة عن بعد؟ الانضباط في مواكبة المواعيد النهائية للمشروعات وحلقات البحث والاختبارات. ابحث عن الكليات المعتمدة فقط، وتأكد أنها معترف بها من قبل وزارة التعليم في بلدك. يمكنك الحصول على شهادة الدكتوراه PhD عبر الدراسة عن بعد، لكنك قد تكون مطالبا بالحضور للدفاع عن رسالة الدكتوراه الخاصة بك. الكورسات والدورات الدراسية القصيرة هي جذابة لأي شخص يريد الحصول على درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا خلال فترة زمنية قصيرة. إذا كان التعليم عن بعد ضمن خياراتك لمتابعة دراستك، يمكنك التواصل مع فريق العمل youstudy.com والحصول على معلومات أكثر حول الدراسة عن بعد في أمريكا وبريطانيا.